فوتنسع رسميا أعلن في الولايات المتحدة أنه تم كشف جهود روسية وصينية للتأثير في الانتخابات تحديدا لصالح الحزب الجمهوري. يعني هم شاركوا رسميا في مساعدة الحزب الجمهوري على محاولة الفوز، وخصوصا روسيا وحتى الصين أيضا الاثنين سعوا ذلك لأنه من مصلحتهم. حتى لو يعني لو واحد يذكر العلاقات الصينية الأمريكية قبل مرحلة ترامب كانت مرحلة مشدودة، كانت مرحلة سيئة، لكن الصين ترى من مصلحتها أن تصل حماقة معينة إلى البيت الأبيض حتى ولو كانت ضدها، هذا سيضعف الموقف الأمريكي بشكل عام. أما بالنسبة لروسيا فالقضية واضحة، ترامب والجمهوريين على حد سواء لمحوا وصرحوا أكثر من مرة بأنهم لن يوقعوا شيك على بياض، أعتقد هذا التعبير اللي استخدموه، نعم. لن يوقعوا شيك على بياض لجانب الأوكراني بعد أكثر من هذا، وكافي لحد الآن وكافي مساعدات، فبالتالي يقينا كانت الروس كانوا ينتظرون. لكن هل معنى ذلك أنه بوتين اتخذ قرار الانسحاب من خيرسون بناء على فوز أو انتصار؟ لا، أنا أعتقد أنه خيرسون كانت نتيجة للضغط الأوكراني العسكري. يعني حتى لو فاز الجمهوريين أو اكتسحوا أو الموجة الحمراء كما يسموها حصلت في هذه الانتخابات، كان سيضطر بوتين إلى الانسحاب أول تالي، لأن الضغط العسكري على خيرسون وعلى الجيش الروسي أتى بأكله. يعني انسحاب خيرسون لم يكن نتيجة الانتخابات في أمريكا، كان نتيجة لجهود ودماء وتضحيات الأوكرانيين ودعم الغرب لهم. بعد خيرسون ربما كان سيتغير الموقف تماما عسكريا فيما لو حصل انتصار أمريكي كبير وشامل في الانتخابات. يعني مع ذلك حتى لو كانت حصلت الموجة الحمراء ما زال الرئيس هو بايدن، ما زال الرئيس هو بايدن. نعم كانت تتعرقل كثيرا عملية دعمه للأوكرانيين، ولكن هذا لا يعني تغير يعني جذري في كل الموقف. التغير الجذري ممكن يحدث بعد سنتين أخرى فيما لو فاز الجمهوريين خصوصا ترامب في انتخابات الرئاسة، فيما لو اختار الحزب الجمهوري ترامب لكي يكون مرشحا في هذه الانتخابات.